المالية 6.5 مليار درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية في سنة 2023. وهكذا خصص مشروع قانون المالية ملياري درهم لتسريع تأميم التعليم الأولي، وحوالي 1.8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1.6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس تيسير الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023. ويولي هذا المشروع كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية من خلال إحداث ما يفوق 20,000 منصب مالي وتسوية متأخرات الترقية، مع إلى أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليار درهم برسم الفترة بين 2022 و2026. وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، فسيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية. ووفق نفس المنظور، تولي الحكومة أهمية كبرى للنهوض بالتعليم العالي من خلال وضع خارطة طريق مخطط إصلاح الجامعة المغربية، استندت في إعداده إلى مشاورات موسعة، وقد عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي، وقام التزام الحكومة بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوداتهم ويكرس الاستحقاق ويعزز جاذبية الجامعة ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات. وقد خصص مشروع القانون المالي لهذا الغرض 600 مليون درهم. ولا بد هنا من الإشادة بمناخ الثقة الذي ميز في جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما نؤكد في هذا الصدد انخراط الحكومة وحرصها على مؤسسة هذا الحوار بشكل منتظم حفاظا على الحقوق والواجبات وتجسيدا فعليا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها. وهكذا ووفاء بالتزاماتها، فقد خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية ما يناهز 4 مليار درهم من رفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة والذي سيكلف 2.4 مليار درهم. وفيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ستعتمد الحكومة إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب آخر، ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل من خلال مواصلة تنزيل برنامج أوراش الذي يروم خلق 250,000 منصب شغل خلال سنتين 2022 و2023، والذي خصص له في مشروع قانون المالي لهذه السنة ما يناهز 2.25 مليار درهم. هذا فضلا عن مواصلة برنامج انطلاقة، إلى جانب برنامج الفرصة الذي خصص له هذا المشروع 1.25 مليار درهم. كما يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 48,200 منصب مالي مقابل 43,860 منصب سنة 2022. وفيما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، يستمر الصندوق المقصة في أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. وللإشارة، فقد سجلت النفقات المخصصة لدعم غاز البوتان برسم 9 أشهر أولى من هذه السنة ارتفاع بنسبة 70%، أي بمعدل ديال 97 درهم لكل قنينات من فئة 12 كيلو. هذا فيما يتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8.5 مليار درهم، إضافة إلى 1.3 مليار درهم الموجهة لدعم الدقيق الوطني من القمح اللين. وإجمالا، ينتظر أن تسجل تكاليف المقصة لهذه السنة ارتفاع بنسبة 79% دون احتساب تكاليف دعم مهني النقل العموم. حضرات السيدات والسادة، فيما يخص المحور الثاني من أهداف هذا المشروع والمتمثل في دعم الاستثمار، فستعمل الحكومة على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة نطاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. وسيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مبلغا يقدر 3,300,000,000 درهم إضافية لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي. كما ستعمل الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وقد تم الرفع من الاستثمارات العمومية ب 55,000,000,000 درهم لتبلغ 300,000,000,000 درهم. من جانب آخر وإدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة. ويتعلق الأمر على الخصوص بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد مع الرفع من مساهمات الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100,000,000 درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول. ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، سيتواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر تخصيص 10,000,000 درهم للجهات إضافة إلى ما يزيد عن 6,000,000 درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجانية والاجتماعية. وموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على التسريع بإصلاح الإدارة بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية عبر تبسيط المصادر وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي. تم تخصيص 1,000,000,000 درهم لتنزيلها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما ستواصل الحكومة مجهوداتها المتعلقة بتنزيل ورش لا تمركز الإداري إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية والتي خصصت له الحكومة 300,000,000 درهم في إطار هذا المشروع. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، يحدث تدبير إشكالية نقص الموارد المالية بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لهذه الولاية. وفي هذا الإطار فقد سارعت الحكومة منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأول الأولوي للماء 2020-2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيئي. كما رصدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية ما مجموعه 10,600,000,000 درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه بزيادة حوالي 5,000,000,000 درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لإنجاز المشاريع التالية: 4,000,000,000 درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، 1,500,000,000 درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، 1,400,000,000 درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب. حضرات السيدات والسادة، يتعلق المحور الثالث والأخير من أهداف هذا المشروع بتعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات في ظل حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. فضمان استدامة الإصلاحات يستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقدنا التدبير المحفظة العمومية
والرفع من مردوديتها. وستعمل الحكومة على توفير الموارد الضرورية، حيث سترتفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19%، وذلك من خلال تعبئة الموارد الإضافية الناتجة عن مجهود مزدوج ضريبي وغير ضريبي. فبالنسبة للموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة ديال 14.5%، كما أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية سيمكن إن شاء الله من رفع هذه الموارد بنسبة 39%، الشيء الذي سينعكس إيجابيا من خلال التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام. وأخذ بعين الاعتبار المجهود المالي التي تفرضه مختلف الأوراج الواردة في هذا المشروع، واستحضارا للدقية الدولية، وعلى الخصوص منها ما يرتبط بالتراجع المتوقع في النمو في منطقة الأورو والتي سينعكس على الطلب الموجه لبلادنا، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموا بنسبة 4% مع حسم معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4.5%. وقد تم بناء هذه التوقعات على الفرضيات التالية: ارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفات ومشتقاته ب 2.5% فقط، محصول زراعي في حدود 75 مليون قطار، متوسط سعر غاز البوتان ب 200 دولار للطن. تلكم حضرات السيدات والسادة هي الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وكما تابعتم ذلك منذ المراحل الأولى لإعداد هذا المشروع، فقد عملت الحكومة على الإنصات لآرائكم وملاحظاتكم وعلى إشراك مختلف الفاعلين حتى يكون هذا المشروع عنوانا لفعل جماعي بعيدا عن الحواجز التقليدية بين الفرقاء. تتوخى منه الحكومة الاستثمار الأمثل لكل مؤهلات بلادنا، حيث نستطيع المزاوجة بين إنجاز طموحنا الوطني من جهة وامتصاص انعكاسات الأزمات العالمية المتوالية من جهة أخرى. كما نعتبر هذا المشروع حلقة جديدة في مسار بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، وهو مشروع يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية من خلال المحاور التي تجسد تكاملا في الرؤية وانسجاما في التعاطي مع كافة القطاعات خدمة لمصالح العليا لبلادنا ولمواطنينا. وأؤكد لكم في الأخير حرص حكومة صاحب الجلالة والتزامها بالعمل على تجسيد روح توافق البناء أثناء مناقشة المشروع مع مجلسيكم الموقرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لوطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.